عندنا كنشكروا قناه الافاده مجددا كتوقف معنا، الله يوقف مع اخي عمر حتى هو عاود قناه الافاده. حنا استدعيناهم وما كانوا على التواصل ديالنا، مي عيطنا لهم يجيو عندنا هنايا يشوفونا مشاكل الحي اللي كنعانيو منهم حنايا. هذيك الساكنه كامله كتعاني من هذا المشكل. هذا المشكل هذا هو عينا من طرقوا الابواب، عينا من عيطوا للمسؤولين، عينا من هذيك. والمسؤولين مسؤولين ما كيتجاوبوش معنا، صافي كيتجاوبوا معنا بالحق صافي، بحال اللي كيقول بحال اللي كتقول له السلام عليكم كيقول لك عليكم السلام وصافي، هذا هو الجواب ديالهم. الحق شي حاجه باش يكملوا معك ما كيكملوش معك مره. حياه الحياه هذا شحال حنا كنعانيو منه، هذه طالعه دابا في 10 سنين حنا كنهضروا على هذا الحياه هذا. وفين هو؟ شوف كيفاش محفر مؤخرا طاح لي العايل. عيطنا المسؤولين قلنا لهم يا ودي اللي وقع وقال لك صافي من دابا 3 ايام ولا يومين، فهمتي؟ لا ذكر الاسم باش شي واحد يكون بهذيك ديالو، المهم هما عارفين راسهم. عيط له صيفط له التصاور دفني مضروب من رجلو، هادي دينا العين الطبيب وهادي جينا كامل مطمق في رجلو، التصاور باقي عندي في الجيم ديالي وما فين هما محتفظ بهم. قال لك صافي يا سيدي هاد اليومين ان شاء الله نكون معاكم، فهمتي؟ نكون معاكم ويكونوا مسؤولين معانا وهادي، ويجيو للحي ديالكم ويشوفوا ونعيطوا لك وتخرج وتشوف نعين المكان وتشوف شنو كاين، تشوف تحكي لنا المشكل اللي كاين. ولا له ودي المشكل اللي كنصيفطوا لكم دابا في التصاور وهادي هو هذاك المشكل. المشكل هو هاد بنادم كبير ما كيقولش من هنا، كيطيح الا كان كبير، الا كان العول ما كيقدروا يلعبوا ما كيقدروا يعملوا حتى شي حاجه. هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه. يعني شنو نقول لكم؟ نقول لكم ديك القضيه دي حب الوطن عندهم عيب، هما كيعرفوها عيب، هما عيب الشفوي صافي، فهمتي؟ وفي التصاور وفي شي حاجه هايدا، فهمتي؟ هذاك حب الوطن هو عمل لي خدم لي هذا الحي هذا هو فين هو، وخدم الاحياء الازقاء اللي كانوا ما فيهمش الاناره ما فيهمش بزاف الحاجات، هذا هو حب الوطن. اما قلت لها تحب الوطن عيب الشفوي عيب في الخطاب وكذا وهذه في الحاجات خوينه، هذا ماشي حب الوطن. هذا حي بنكيران، هذا الزنقة 8 الزنقة 18 هذا الزنقة 18 دابا ولا هما فين هما كيلعبوا. هذا الشيء اللي كاين كناديو عليهم، هذا المشاكل هذو اللي كيعانيو منهم من الحي كامل، كيعانيو من هذا الشيء هذا كامل. الحي كامل محفر كامل، دورتي في هذه الزنقة على الشمال من هنايا عاود تجبر محفر، دورتي على اليمين محفر من هنايا، يعني فين هما منتخبهم كل شيء مخبع صافي. داو الأصوات مشاو في حالهم، تسناو عاود تكون باقا شي سيمانه ولا جوج سيمانات ويجيبوا بيفان عاود ويجيو عاود يكذبوا علينا عاود بحال الاعوام اللي قازوا يكذبوا علينا عاود. وكاين اللي يستجيب لهم وكاين اللي عايق بهم وكل واحد وكيفاش، فهمتي؟ هما اصلا كيجيبوا شي بعضين في الواجهه ويديوا الاصوات يخرجوهم للناس كبارين، فهمتي؟ الضلوع كبارين كيعطيوهم الاصوات وهادو كيبقوا في الواجهه كياكلوا الدق من عند المواطن، فهمتي؟ كيهزوا في المشاكل 5 سنين حتى كتكمل 5 سنين ديك الساعه وكيرجع عنده عاود شني عاود نعاودوا هذا العام هذا عاود عاود، فهمتي؟ باقي راه الحال كتحلب وصافي. المهم هي فيها الحليب ما بغاتش تسالم الحليب وما باقي لاصقين فيها اختهم تيقطروها كامله، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. عمر اخي انت كتعرف كنعاني، وشوف الحومه كيفاش عامله الخاو ديالي كيفاش مريبه محفوره، شوف الحفاري العواول كيطيحوا النساء مساكن كيطيحوا، يعني كنعانيو بزاف اخي احمد. عمر يعني بومبيات ما كايناش، مره دي عينك سمعه بومبيات يعني ما كايناش بومبيات في الازقه، مره ما كاينه حتى بومبيات، الناس عندهم بومبيات دليت، حنا حتى بومبيات ما كاينش، الزبل في الحياه انت كتشوف، شوف اللي الزبل منزل في الحياه، يعني كنعانيو بزاف، الساكنه كتعاني بزاف. يعني كنتواصلوا معاه ما كيستجبش، كنتواصلوا معاه كنراسلوه، ماشي غير كنراسلوه حتى في الارسالات ما كيستجبش، يعني متمنعين ما عارفين سي علاش. والحي ديالو واحد المرسح مصلوح، يعني عنده فيه بومبيات دليت، الزنقه مصلوحه، ما عرفناش هذا هو الاسكان اللي كاين، الزنقه واحد المرسي عندنا هنايا يعني مصلوحه من راس للقاع، البومبيات ديالها دليت، يعني الحفاري ما فيهاش، القوادس ما كاينش، يعني هذا ما كنطلبوا اللي المسؤولين المعنيين بالامر يتدخلوا في هذا الشيء، يعني هذا الشيء رجع كيخلع بزاف، يعني الحي بحال اللي نقول لك رجعنا في افغانستان ولا مقدسيو في الصومال، يعني الحومه تقوسيها ديال الحومه حي بن كيران في طنجه، يعني الحي مقبل على السياحه ان شاء الله، كنقولوا غادي السياحه وغيكون فيه ان شاء الله وغيجيب مونديال. وهذا ما كان عمر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.